ممكن تستخدم ماي موم فلتر، وممكن تحط فلتر بسيط مثل هذا، ممكن تحطه خارجي، ممكن تحط داخلي، ممكن تحطه بعد المضخة أو تحطه من برا قبل المضخة. تقدر تستخدمه حق الطراريد وحق الكرفانات. فلتر قوي ما ينشلك وينكسر عليك من ضغط المضخة نفسها. وهذا الحين ركبنا الفلتر بعد المضخة، فراح يسحب من التانك الأول، يمر على المضخة، يضخ الماي بالفلتر، وبعدين راح يعطيه بالكرفان نفسه. في ناس تركب الفلتر حق الطراريد، في ناس تركب حق الكرفانات، حتى السيارات اللي مجهزة بخزانات ماي وعزبة هم ممكن تركب لها. تستخدم ماي نظيف انفلتر، تقدر تستخدمه حق الشرب والطباخ وانت مطمن. طبعا بالتركيب اذا مضخة كذي عالية لازم نحرص ان نحط الغفايص الكبس، اهواز قوية تتحمل. وتخيلوا اني احتجت كيل هذا.